تعلمنا يا أحبائي في الدرس السابق التيمم ومشروعيات التيمم. فالتيمم هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة، ويكون المسح لليدين بظاهر اليدين باليد اليمنى ثم اليسرى. درسنا لهذا اليوم شروط التيمم. فلنفكر ما هي شروط التيمم. الشرط الأول، ما هو؟ قبل أن أبدأ التيمم لابد أن تكون هنالك النية، وهي قصد الشيء والعزم عليه. والنية لا يتلفظ بها ومحلها القلب. فلنفكر ما هو الشرط الثاني. عند حصول حادث سيكون هنالك جروح في الجلد، فلا نستخدم الماء لأنه ضار. إذن عدم القدرة على استخدام الماء، فيجب علينا إحضار التربة. فعند وجود أمراض جلدية، ملامسة الماء للجسم كالجلد والشعر. وأبدأ بالتيمم من التراب بمسح الوجه واليدين. ما زلنا في عدم القدرة على استخدام الماء. هذا الماء متجمد، لا يوجد شيء لأسخن هذا الماء. نعم، المنطقة باردة، لا أستطيع الوضوء. ما زلنا في عدم القدرة على استخدام الماء. إذن كذلك عندما يكون البرد ضارا بالجسم وتجمد المياه وكذلك الرياح الباردة. لنتعرف على الشرط الثالث. الشرط الثالث، أحسنتم، طهارة التراب، فلا يتم التيمم إلا بتراب طاهر. فيجب علي البحث عن التراب الطاهر. إذن درسنا لهذا اليوم شروط التيمم: النية، وكذلك عدم القدرة على استخدام الماء، والشرط الثالث طهارة التراب.